يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من المحافظات، نبدأه من محافظة القاهرة في درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 27، اسكندرية 33 25، مطروح 32 25، بورسعيد 33 27، الإسماعيلية 37 26. بالنسبة لمحافظة السويس 37 27، العريش 34 25، طابة 37 27، شرم الشيخ 40 31، الغردقة 40 30، الأقصر 43 30، أسوان 43 31، الوادي الجديد 44 28، حلايب 37 32، شلاتين 41 31. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.